بدي احكي شيء بالبي جي تي ترانزستور ان بي ان. يمكن يزبط غير ان بي ان، بس انه هو ان بي ان حيكون حقيقة. احنا عنا دايما بدي اعتمد كتير على هالارتكل المهمة، هذا هو اللينك تاعه. على كل الاحوال السؤال، نحن نعرف هذا البي جي تي بيشتغل، مرة بيشتغل سويتش ومرة بيشتغل امبليفاير. هلا ليشتغل شو اسمه، انه شو الشروط لحتى يشتغل سويتش؟ بس هذا اللي بدي اتناقش فيه. ممكن واحد يقول انا بدي اكبر الكرنت، البيز كرنت مثلا، NPN مثلا Active Regions. حلو نشوف الكاركترستيك تاعه. هلا في نحن بنحط له شكل الديود المناسب لهذا. ليش كنا حاطينه؟ بس انه نحن متخيله انه هو مثل ديودين، مثلا ديود هيك وديود هيك، اتجاههم محدد. عم بحكي بالان بي ان، بالبي ان بي كمان بيكونوا اثنيناتهم فايتين بفتكر. ما لازم التلميذ انه يجرب يقلب اتجاه الديودات. يعني مثلا ممكن يقول والله اذا الفولتج بالسي اعلى من الفولتج بالبي يعني الديود بيقلب. لا مش هيك، الحقيقة الديود بيضل هو ذاته بس بيشتغل ريفرس بايس بيصير. طيب مفتاح، اذا واحد بده يفرق مزبوط بين انه امتى بيشتغل، امتى بيشتغل السويتش وامتى بيشتغل الامبليفاير، المفتاح هو بالبايسين. يعني مفتاح هو بالفولتج تاعه، بالفولتج تاع البي، فولتج تاع الاي، فولتج تاع السي. ف هاي كتير مهمة حياته، هيدا ملخص كتير مهم. اول شيء شو معنات هي بالساتوريشن ريجن. بس انا كان بدي اشوف الجراف قبل ما احكي بهيدا. مش حاطين في جراف، لا هيدا بالتفاصيل الجوانية شو بدنا فيهم. اهم هم هلا نحن بنحط له اشكال الديودات. بعتقد بالدي سي ما بعرف اذا بيحطوها هيدي، انه هيدي اتجاه الكارنت يكون جاي هيك اتجاه الكارنت. هيدا الكارنت المعاكس بفتكر، هيدا الالفا ار والالفا اف. بعتقد مش هو الكارنت المهم، هي الكارنت اللي بيعنينا اكثر شيء هو الاي سي وهو الاي اي وهو الاي بي. بكل الاحوال منظره هيك بذكرني بال ما بعرف، خلص ما بدي احكي، فما بدي افوت بهالتفاصيل هالقد. هيدا اي موديل اسمه اتش بارامتر موديل، اتش بارامتر. اوكي شفتوا قريته مره، ار اي موديل. ار اي موديل كانوا مش حاطين هذا، يمكن كانوا حاطين بس ريزستور، هون ماني متاكد بس انترستينج. مهم هايبريد باي، يعني بالنهايه هو موديل هذا بس ما حاطين الرسمه. كيف ما حاطينه؟ مثلا تقول characteristics of a كيف ما حاطينه؟ characteristic curve مثلا. هذا الـ VCE مع الـ IC اللي بسموه Active Region أو شيء. مهم بال
الفكرة انه مثلا على اي بي معين، باي بي بي بكرنت للبيز معين، ف بيعطيك بيشتغل بالساتوريشن بشكل انه الفي سي اي. شو يعني الساتوريشن اصلا؟ هي في سي يعني سويتش، هي لازم نحفظها. انه الساتوريشن هي هالمنطقه اللي هون، هي منطقه السويتش، وهي المنطقه اللي هون هي منطقه الامبليفيكيشن، منطقه الشغل الامبليفاير. هلا اكثر شيء نحن بنتكل على هون اهميه هالمنطقه هاي اللي هون امبليفيكيشن، انه الاي سي بيكون كونستنت، هي الكولكتر كارنت بيكون كونستنت. يعني بنكون محافظين على فكرة اي سي ايكوال بيتا اي بي، وبقوة يعني على اساس انه شو ما كان الفي سي اي بيكبر بيصغر، ولكن الفكرة انه you are amplifying the current. بينما بمرحلة منطقة الساتوريشن، الفكرة الاساسية انه الفي سي اي قريب من الصفر او صفر، فبيكون مسكر، بيكون كلوز سويتش، بكون الكارنت معه مجال انه يعلى. ولكن هون اول ملاحظة انه الكارنت معه مجال يعلى، الاي سي معه مجال انه يتحرك وينزل مثل ما بده لحدود معينة، لحدود معينة حسب الاي بي. يعني لاي بي معين انت معك المجال الكارنت من الصفر للعشرة ملي امبير. اذا معك انت الكارنت تاعك الاي بي مثلا والله 90 ميكرو امبير، فانت معك مجال ازرق، معك مجال من هون لهون بس اي سي مش اكتر. طيب ال VCE هون عم بيكون صغير تقريبا صفر. طيب ماذا عن ال VBE؟ ال VBE بدنا نشوفها. ماذا عن ال VBE؟ ال VBE كمان بفتكر لازم يكون saturated. هو لازم يكون forward bias بالحالتين، كان هون ولا هون بيكون forward bias. وبكي هلا بفيدنا فيها هذا التابل الصغير اللي هون. البي اعلى من الاي لازم يكون هنا ان بي ان، البي اعلى من الاي، بي اعلى من الاي، فورورد فورورد. هيدي هي منطقه الفورورد اكتيف ومنطقه الساتوريشن. الفورورد اكتيف بيكون عم يعمل امبليفيكيشن. افتكر فورورد ات ذا بيز اند ذا بيز ريفر اور سمبلي اكتيف، اكتيف ريجن صحيح. The greatest أعلى بيتا، هو البيتا كمان بيتغير. يعني هون لما نحنا هون نجي بنقول بالساتوريشن ريجين مثلا على اي بي معين، طب ما انت باي بي بس الاي سي عم يتغير، يعني كأنه البيتا بلش يغير. طيب كأنه البيتا بلش يغير، اوكي. بينما هون البيتا بيكون ثابت، هي هيدي اهمية الاكتف ريجين اللي هون. many times larger، حوالي 100 مرة أو ممكن 60 مرة أو 200 مرة، ممكن حتى يمكن يوصل ما بعرف 400 for small base current variation. صحيح. many times larger for small base current variation، يعني عنده sensitivity عالية. من saturation both are forward bias، ما يعني both are forward bias. هون بس انا عم اقول ملاحظات، يمكن هو الغلطه بيرتكبها التلميذ انه بيقلب باتجاه الديودات. ما تقلبهم ابدا، خليهم ديود هيك ديود هيك، و اما بيكون فورورد او ريفرس بايست. طيب تعال نحكي بالساتوريشن، بالساتوريشن ريجن. هون اتفقنا انه الفي سي اي لازم يكون صفر، فهون شو يعني في سي اي صفر؟ يعني من المنطقي جدا، المنطقي جدا انه يكون ال VBE اعلى من ال VCE. فبيكون الفولتج بال B اعلى من الفولتج بال C اعلى من الفولتج بال E. هيك بيكون الترتيب بيناتهم، هيهم بالترتيب. C اعلى من ال B اعلى من ال E، هيدي هنا. لا، قلنا ال B اعلى من ال C اعلى من ال E، ال B اعلى من ال C وال C اعلى من ال E، والسي اعلى من الاي. هون لازم يكونوا وضحوها اكتر شوي، يعني ما عجبتني.
ليش هيك مردمينها؟ ما بعرف. البي اعلى من السي، اعلى من الاي، لانه السي قريب من الاي بس بيضلوا بوزيتيفلي، انا هيك فهمانه، بيضلوا بوزيتيفلي ولكن بوزيتيفلي صغير. من وين جبت هالمعلومه؟ هاي جبتها من، اذا بدنا، من ال، هاي جبتها من الارتيكل طبعا. هون احنا حاكين كلام كتير مهم، بس كمان جبت، او كمان الارتيكل ماخدين هاي الرسمه من هون وماخدين هاي الرسمه، هالرسمتين كتير مهمين، هاي وهاي. هيدي بالساتوريشن، وكمان هي بالساتوريشن، هيدا عم بيقلنا اون فولتجز، كمان ساتوريشن، هي سات سات. بكون الفي بي اي سات والفي سي اي سات. الفي سي اي قلنا بده يكون قريب من الصفر، هو حيكون مثلا 0.1 كذا، 0. كذا. دائما بيكون الفي سي اي بمر باي اي سي معين، مثلا اي سي 20 ملي امبير، فبيكون الفي سي اي اوطى من الفي بي اي. والفي بي بيكون ساتوريتد، بيكون فورورد بايس، يعني حيكون قريب من 0.7، وهي 0.7، ولكن ننتبه بيوصل اوقات للواحد فولت. هون الواحد شوي ينتبه. تذكر انا كنت استعمل الموسفت خلص شو بدنا فيه هلا، شغلنا مش موسفت هلا. اوكي، فكنا عم نقول، كنا عم نقول طيب هيدي حكينا فيها. شو هذا اللي يقول ريفرس اكتف؟ ما بعرف شو بدي احكي فيها. اي اعلى من البي، انا ما انتبهت لها. اي اعلى من البي، اعلى من السي. ما بعدين نقراها، بعدين نقراها نشوف شو قصتها. مظبوط، اتجاهات الكارنت بدها تكون هيك منطقيا. بعد في شيء ما بعرف شو بدي اقولها. طيب نطلع شوي، نستعمل مره ثانيه نروح على الارتكل. هون بيقول انه ليش دي سي بتا مستعمل. منا مشكلة، عم بيقول انه نحنا ما فينا نعتمد على هول البتايات، لانه هول البتايات منهم هن بالساتوريشن، هن كاتبين اون كاركترستكس بس هن مش بالساتوريشن. طلع الفي سي اي جاي 1 فولت، الفي سي اي لازم يكون صغير مثل ما اتفقنا، اوطى من 0.7 تقريبا، لازم يكون قريب من الصفر. اوكي، طبعا على اي سي معين، اي سي معين، اي سي معين. اوكي، بيرجع بيقلنا انه لازم نستعمل هول هالرسمتين هني اللي شفناهم بالداتا شيت. على فكره مش بكل الداتا شيت بنشوفهم، بس انا هيدا بتشوفه بالاون سيمي، ماركت اون سيمي. بس انا قلبت شو كم داتا شيت، مش ببساطه لتلاقوا هالكيرفز هول. يمكن ما بعرف اوديو امبليفاير او شيء هيك يستعمل استخدامات معينه. المهم، فلما يكون انت عندك اي بي معين، بأي بي معين، بيكون عندك قد تحصل على 2 اي سي مختلفين، ولكن كل اي سي حيعطيك في سي اي مختلف. اذا انت عندك اي بي معين، ممكن تحصل على هالنقطة هاي او هالنقطة هاي. هالنقطة هاي عندها في سي اي صغير واي سي صغير، النقطة هاي عندها في سي اي كبير واي سي كبير. هيدا الشيء بيتماهى مع 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 هاي. انت عندك اي بي معين، بكون عندك احتمالين، قد تحصل على في سي اي كبير مع اي سي كبير، او في سي اي صغير مع اي سي صغير. طلع بهيدا الرمادي وهيدا اللون. اوكي، طب شو اللي بيحدد انه انا عم حمشي على هالنقطة او على هالنقطة؟ هاي هذا السؤال مهم. طيب هون بتشوفوا نحن ربطنا بالكل سوا، ربطنا الاي بي مع الاي سي مع الفي سي اي. وانت بالديزاين تاعك، اذا انت بدك تحصل على، بدك انت مهتم انك تحصل عليك ساتوريشن، لازم تلتفت لهالثلاث مواضيع، لهالثلاث اشياء كلهم سوا مع بعض. فبدك تختار الريزستورات تاعولك، وبدك تعرف اللود تاعك شو الريزستور تاعه، ريزيستنس تاعيته، لحتى كلهم سوا تقدرهم مع بعض بشكل انه انت تكون متاكد انه حيشتغل بالساتوريشن، ما راح يروح على منطقه الاكتف ريجيم. فانا هل بدي اقوله.
طيب خلينا بعد نتناقش فيهم أكثر. نحن إذا عنا اي سي معين هلا هاي المنطقة هاي هيك هو نازل بتلاحظ الفي سي اي عم يعلى يعلى علو كتير كبير، بس على اي بي صغير نسبة لاي سي ثابت. شو له معنى؟ هات نحاول نفهمها هون. قلنا اذا ثبت اي سي او وطي اي بي بيقوم الفي سي اي بيعلى، ثبت اي سي مثلا وطي اي بي، اي بي عن جد ما ضروري الاي بي هلا قيمة صغيرة يعني، انه قد يكون حقيقة اي قيمة من هول، وطي اي بي بيقوم الـ في سي اي بيعلى بشكل رهيب. ما بعرف اذا هي بتزبط اصلا على هالرسمة كلها سوا، انه هاي المنطقة اللي عم نحكي عنها نحن هونيك. نفكر فيها شوي. إلا نحن عم نثبت، قلنا بنثبت الاي سي ونوطي الاي بي، نوطي الاي بي مثلا بدل ما يكون 1 ملي امبير عم توطي منيح، في ارقام مهضومة اكثر 30 و100 مثلا، مثلا تاخذه على 30 ملي امبير في سي اي. بيعلى الفي سي اي بشكل رهيب اذا انت بتوطي الاي بي. يعني بتوطي الاي بي يعني انت عم تثبت الاي سي وعم توطي الاي بي، يعني البتا عم يكبر، وبس البتا يكبر معناتها الفي سي اي بده يبلش يكبر، ولكن بثبات لمين؟ بثبات لل بثبات للاي بي. يعني الاي بي هون لاحظ الاي بي ثبت والاي سي ثبت، بس الفي سي اي صار عم يتحرك، كانه هيدي بتشبه مين؟ هيدي صارت تشبه ال هي صارت تشبه ال الاكتف ريجن، هي صارت تشبه الاكتف، بلا هيدي فينا نشوفها مثل الاكتف ريجن، هي فينا نشوفها مثل الاكتف ريجن، وهي مثل الساتوريشن ريجن. طيب بناخد مفاهيم جديده صرنا، بلا ما هيدي هون الاي بي ثابت والاي سي ثابت، يعني البتا ثابت، وانا صرت بالاكتف ريجن، وبينما هيدي ساتوريشن ريجن. بعد شغله كمان بالارتكل اللي هون، نفس الارتكل هاي هو عمل ديزاين تحت هون بالابلكيشن، عمل تصميم واخذ الاي سي، اخذ الاي سي فرضا 1 ملي امبير، ورجع اخذ الفي سي اي، اخذ الفي سي اي، اخذ الفي سي اي ساتوريشن، اخذه على اخر فاليو. والاي بي عمل له تصميمه كمان، بفتكر هو كان اخذ 50 ملي امبير تحت للاي سي، للاي بي، الاي سي اخذ 50 ملي امبير. هات نشوف الارقام اللي اخذ، او 5 ملي امبير اخذ، 50 ملي امبير للاي سي و5 ملي امبير للاي بي، 5 مش مبينه معه هون، فلانه مش مبين الكيرف اللي هو بده يستعملها، ف اعتمد شيء مثل الورست كيس، اعتمد شيء مثل الورست كيس. قبل ما اتناقش بالابلكيشن تاعته، هات نتناقش شوي بهيدا. اتفقنا هون الفي سي اي كله هذا الساتوريشن، الاي سي فرضا على اي سي معين لازم يكون الفي سي اي مثل ما اتفقنا اوطى من الفي بي اي. الاشياء اللي بتخوف هي هون، انه انت بدك تحسب حساب ممكن توصل لل 1
ممكن توصل للواحد فولت في بي اي سات. طبعا راح تلاحظوا على قصة الاي سي اسمه اي بي بيساوي 10، اي سي اسمه اي بي بيساوي 10، هو عم بيقول على بتا 10 على بتا 10، والبتا بيلعب. يعني مثلا اذا اخذنا هالنقطة هون على 30 ملي امبير، 30 ملي امبير اي سي، وهي النقطة هي سورفس 2، النقطة هي 1 ملي امبير اي بي، البتا 30، بينما نزال شوي لتحت البتا بتا بيعلى، مش 10 بيعلى كتير، عفوا لا البتا 10 بالعكس، البتا بيوطى، ما هو هون 1 هون 3، فالبتا بيوطى هون البتا 10. لاحظ ايه هل بدي اقولها، انه هون بالاخر بينها بالكيرف تاعيته من اي سي 10 وهون شو 1، يعني البتا 10 هيدي 1 ملي امبير، وهيدي 0.1 كمان بتا 10، هي النقطة اللي بدي اقولها. عم بيوقف هو على البتا 10، فالبتا اللي بدي اقوله هون اذا بنتأمل شوي بمنطقة الساتوريشن، هيدي ملاحظة مهمة، اذا بنتأمل منطقة الساتوريشن تلاحظ بيكون عن جد باتر ساتوريتد. شو يعني باتر ساتوريتد؟ يعني في سي عم بيكون اقرب للصفر، يعني عم بيكون باتر سويتش احسن لما البتا بيصغر، لما البتا بيصغر، وهذا الشيء بيتناسب مع اللي عم نشوفه هون. البتا بيصغر بيكون باتر ساتوريتد، بيكون الفي سي اي هلا بيكون الفي سي اي عم بيقرب للصفر اكثر، مثلا على 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 هذا الاي بي المعين. اوكي البتا بيصغر معناتها الاي سي بيصغر بيصغر بيصغر. اوكي هذا شيء منطقي مقبول، يعني كانه نحن على هيك عم نرجع رجوع فيه. بس طبعا بدك ترجع رجوع لمحل من المحلات انه الاي بي تكون انت عن جد متحكم فيه، يعني مش انه يوصل للصفر الاي بي تقول والله لا، اذا الاي بي صفر يعني رحت كات اوف، طلعت على ريجين ثالثة اسمها الكات اوف ريجين هون. اذا هيدي غالبا بيقولوا عنها انه لازم يكون الاي بي صفر، they're very little current call اسمها off switch، مهم انه ما عم نحكي بالكات اوف. فهذا شيء منطقي انه لما انت مثبت اي بي، اذا البتا بيصغر يعني الاي سي عم يصغر، فالفي سي اي كمان حكمه بده يصغر. اوكي طيب، فاذا طيب فاذا خدع على الاي بي العالية، خدع على الاي بي العالية تكون انت يعني شوي مبعد عن قصة الكات اوف، وانت عندك اي سي محترم مثلا اي سي 30 ملي امبير، خد اي بي مثلا 3، روح على بتا 10، هو هيدا اللي هيدا اللي هيك هو هيك هو عم عامل الابلكيشن تاعته تحت هون مجددا. البتا 10 البتا 10 الفي سي اي، الفي سي اي هي 1 فولت، هي غريبة شوي، هيدي الرسمة هي الجي بي اي لما الفي سي اي كان 1 فولت. لاحظوا هون ما قال ساتوريشن، ما قال، لأنه الفي سي اي 1 فولت يعني هذا رقم كبير، ما قلنا شغل فيها. يعني حتى ان كان ساتوريشن ولا منه ساتوريشن ولا كان بالاكتف ريجن، الجي بي اي رسمته ما عم تتغير، فبالحالتين عم بيكون فورورد بايس، وبالحالتين يعني مثل الديود عادي تقريبا على 0.7 تقريبا. طيب ما بعرف، يعني هون الملاحظات انا دائما كنت احاول افهم هالموضوع وما كنت افهمه، يعني لحتى زبطت معي مؤخرا، يعني ما بعرف يمكن حدا يفكر هالموضوع بسيط، بس ابدا انا شايف الملاحظات هاي كتير مهمه. طيب نروح على الابلكيشن اللي قاله. بالابلكيشن هو قال انه ايه اخذها على بتا 10، هو اول شيء كان مقرر من البدايه قديش بده
هو كان يستعمل اردوينو تحت البن 5 فولت، فبده يعرف قديش الريزيستانس بدها تكون. هي الرسمه تاعيته. هون هو مقدر سلف انه هون عنده 50 ملي امبير، هيدا، ومقدر سلف انه هون حيكون بحاجه لشي 5 ملي امبير يمرق، وما بده اكثر من هيك. لا بل هو اصلا زبطها انه قال لك 50، فخيت خليني زبطها 5 لحتى تطلع البتا 10. هو اعتبر البتا ملاذ امن، انه يمكن من باب انه على اي سي معين، فبياخذها عنده ضمانه انه مثل الفي سي اي حتضلها كونستنت مثلا على هالقيمه. انه هلا طبعا بعد هاي شو كمان الفي سي اي على الارجح يضل هيك يمكن كونستنت، ما بعرف اذا هو هيك فكر، او فينا نقول اللي هو فكر انه على اساس انه اخذ نقطه هو مأكد منه. مهم، اعتبر البتا ملاذ امن ومعه حق، يعني ماني شايفه شغله مش منيحه. هو عنده 50 ملي امبير، الكيرف تاعه منه مبين هون. طيب فاذا حدد الاي سي، حدد الاي بي، بيبقى الفي سي اي قديش رح يتحدد معه. الفي سي اي اصلا ما بيعرف، اخذ الفي سي اي، هو قدره انه لازم، لانه هون بتحسوا شوي القصة شوي تركيب. ممكن واحد يقول طب انا هلا حددت الاي سي وحددت الاي بي، هل ممكن على فكره مجرد ما هو راح على البت 10 وجبر الاي سي تكون شيء والاي بي يكون شيء، يعني هو مصمم بده يعمل تصميم بتاعه هيك، ف ما راح يكون عم يشتغل بالاكتيف ريجن اللي هون، يعني ما راح يكون امبليفيكيشن، راح يكون ساتوريشن. وهنا برايي هون بلش صح، او في بلش صح يقول الفي سي انا بدي اياها تكون زيرو مثلا او قريب من الزيرو. بس كان هو اخذ الفي سي اي كان واقعي، واخذ الفي سي اي هي في سي اي سات ساتوريشن، يعني هو اخذ مثل ماكسيموم في سي اي او شيء هيك، واستند وين اخذها، قال لك الفي سي اي ماكسيموم هاي ظابطه معه، كانت الاي سي 50 ملي امبير والاي بي 5 ملي امبير على بت 10، دائما بيعملوا بت 10. فمن حسن حظه فقال لك رح اخذ الماكسيموم من الفي سي اي سات، سي سات خدها على الماكسيموم هي 0.3، وعمل تصميمه على هالاساس، واختار الريزيستنس اللي بده اياهم على هالاساس، يعني اختار الريزيستنس هاي على كلهم، اختارهم بشكل على هالاساس، واختار هاي على اساس حساباته هاي. طيب بيجي واحد بيسال، واخذ كمان الفي بي اي سات، اخذ الفي بي اي سات، اخذها يمكن 0.7 فولت او شيء هيك، لا والله اخذها 0.95 فولت، اخذها الماكسيموم. If you check the data sheet again، هي ال VBE سات كمان على 50 و5، وال VBE سات اخذهم ماكسيموم. هلا بيجي واحد بيقول طب ليش اخذ الماكسيموم؟ هل الماكسيموم فكرة منيحة ولا لا؟ حقيقة خلونا نفكر فيها شوي. إذا قلنا ال، يعني هو من باب انه عم يحتاط يعني، ولا من باب، ولا من اي باب؟ مثلا اذا عليت الحرارة مثلا ال في سي اي عنده تندنسي يعلى ولا يوطى ولا كيف؟ هلا غالبا اذا عليت الحرارة بيقولوا بيعلى الاي سي، كارنت كولكتر بيعلى، وبالتالي ال في سي اي بيصير عنده تندنسي انه يوطى. انا بشوفها شغله كتير حلوه هون. يعني زادت الحراره المفروض يشتغل سويتش اكثر. بالنسبه لل في بي اي سات، اذا عليت الحراره الاي بي بيعلى ولا لا؟ الاي بي عاده ما بيجيبوا سيرته، انا هي مرقت معي باحد المصادر، يعني انه الاي بي ما بيجيبوا سيرته اذا عليت الحراره، انه ما حيتغير. فالفي بي اي سات مبدئيا ما حيتغير. طيب ليش اخذ الفي بي اي سات ماكسيموم؟ ما بعرف حتى نشوف هيدي هالرسمه هي، بركي في اشي. مثلا بال 50 ملي امبير انت عندك في سي اي 0.2، هو اخذها ماكسيموم، واخذها كيس اسوأ، اخذها على 0.3، اخذ في سي اي 0.3، في بي اي سات اخذه 0.95 قريب من هون، يعني بالغ فيه شوي.
هلا مبدئيا كلهم رح يشتغلوا اللمبات تاعوله، يعني الاي سي ما رح يتغير. اذا هو بده على فكرة هيدي فكرة حلوة، مثلا بركي مثلا لمباته رح شي منهم رح يطفي مثلا، والله في هون سويتشات سويتش 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 مثلا، البعض منه بيشتغل بعض منه بيطفي. هون ساعتها بده يحسب حساب رينج للاي سي، والله بيقول لك الاي سي بيتراوح، فالاي سي فرضا بيوطى، فاذا الاي سي وطي الفي سي اي بده يعلى، الفي سي اي بده يعلى بده ينتبه، هون ساعتها عم بيقرب على منطقة الاكتف ريجين مثلا. ما بعرف، فأنا كنت بفضل الواحد إذا بده يحتاط الواحد بده يوطي الفي سي اي مش يعلي الفي سي اي. بس كمان بدك تنتبه، إذا وطيت الفي سي اي أنت على اي بي ام ثابت فرضا. ما عم بفهم ليش أخذهم الماكسيموم ماكسيموم، ليش ما أخذ مينيموم مينيموم مثلا؟ مش كان أحسن له؟ أو على اي بي خذ مثلا الفي بي اي مينيموم. لا، في شغلة هلا، الفي بي اي ماكسيموم إلا معنى شوي. لما انت بتاخذ في بي اي ماكسيموم الاي بي صار مينيمم، والاي بي مينيمم مش عارف، لانه بعتقد الاي بي كمان الاي بي اخذها مينيمم، بس بركي الاي بي احسن ياخده ماكسيموم. ليه؟ لانه هيك ساعتها بيضمن انه البيتا تاعه عم يضل صغير. اذا انت بتكبر الاي بي البيتا تاعك بضل عنده تندنسي انه يضل صغير. إذا ضل صغير يعني أنت بعدك بمنطقة الـ saturation. فأنا برأيي كان كبر أي بي وصغر أي سي، صغر أي سي كبر في سي إي إلا معنى. أنا هيك كنت بفضل، هيك لتضلك ضامن إنه أنت رح تضلك بالـ saturation، ما رح تقفز لمرحلة الـ على كل الأحوال. إذا واحد بده يقول إذا رجعنا طلعنا بهاي بتلاحظ في سي اي كل ما كان اوطى كل ما كان احسن. فانت ليش اخذته ورست كيس مثلا؟ انه ليش اخذته على 0.3؟ ولاحظوا على 0.3 ببلش يتعج هون 0.3. ها هذا 100 ملي امبير، عند بلشنا نتعبه منيح للترانزستور تاعنا، ومش هالقد بيحمل يعني. على اي بي يعني الرينج تاعه بطل هالقد كونستنت وصار. طيب في سؤال، خلصنا النقاش، بدي اتناقش بس بفكره. ممكن واحد يقول انا كان عندي انطباع انه كل ما بتعلي الاي بي فانت عم بتروح لمرحله الساتوريشن، يعني بيكون عم تهرب من الامبليفيكيشن عم تروح للساتوريشن كل ما بتعلي الاي بي. هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ شو رايكم؟ انا بشوفه صح، انا حاسه انه صح. ليه؟ لانه انا بتعلي الاي بي شو عم تعمل بالبتا؟ البتا بده يصغر، على فرض انه الاي سي عم يضله ثابت، بس البتا يصغر معناتها انت صرت اكثر ساتوريشن. اوكي، وهذا الشيء رح يأثر بالفي سي اي طبعا، رح لانه بس تلعب بالبتا المفروض الفي سي اي كمان يتعدل معهم، بفتكر هيك، لانه بس مال الفي سي اي بده يتعدل. فانت اذا بتصغر بتا، خذ اي اي سي، افترض الاي سي ثابت مثل هالرسمه مثلا، انا عم فكر هيك مثل هالرسمه. فاذا بتوطي اي بي، ف شو اسمه كنت عم اقول علي اي بي، كنت عم تعلي اي بي ساعتها الفي سي اي بيوطى. طيب بركي كان الفي سي اي، تعال نفكر شوي بالعكس، قول الفي سي اي كونستنت، شو بيصير بالاي سي اذا بتعلي اي بي؟ كيف بدنا نفكر فيها هاي؟ اذا الفي سي اي كونستنت في سي اي كونستنت وعليت اي بي مثلا، وين بدنا نشوفها هاي؟ اوكي، في سي اي كونستنت وعليت اي بي، هلا هي بتجي، اذا بدنا نكبرها شوي بتجي رسمتها هي المنطقة الساتوريشن، بتجي هيك هيك
هيك هيك طالعين هيك. فاذا الفي سي اي كان كونستنت بشي محل وانت عم تعلي اي بي، فالاي سي بده يعلى. عم تعلي اي بي بلا ايه عم تعلي اي بي، ف اكيد الاي سي بده يعلى. نرجع نشوفها هون. انت عم تعلي اي بي وفي سي اي كونستنت، تعال ناخدها من هون. في سي اي كونستنت مثلا، نقول نحن بعدنا ساتوريشن فرضا. هيك قول على صور فاست 2 في سي اي، افترض في سي اي صور فاست 2 والاي بي عم يعلى، فاكيد الاي سي بده يعلى. ولكن بتحس انك صرت عم تقرب اكثر. بلا كمان منيحة، بتضلها منيحة يعني، بتضل فيها روحية الساتوريشن اكتر. لانه خلينا ناخدها وحدة اوطى شوي، خدها هاي بين 0.1 و 0.2، يعني 0.15 هون تقريبا ضرب فيها هون، وهيدي طول مرق فيها اكتر. فانت بتعلي الاي بي، صح الاي سي بده يعلى، ولكن صرت بكيرف جديد، صرت بكيرف جديد. ليك الفرق مثلا قديش عم بصير بعيد عن منطقة الاكتف ريجين. ليك الفرق هون، الفرق قريب، هون الفرق بصير ابعد هون مع الانترسكشن، بينما هون ابعد وابعد فرضا. تقريبا قد يكون، ما بعرف. وهون بعد ابعد وابعد وابعد لحتى يلتقى فيه، فكانك عم تروح عم تعطي ضمانه اكثر بالساتوريشن. طب هل في يعلي انا انفينيتلي؟ هذا سؤال ثاني. هل في يعلي الاي بي انفينيت قد ما بدي بعلي يعني خلص بضمن انه بالساتوريشن؟ انا ما بفضل يعني، ممكن تعمل اي شيء زي هذا. بدك تطلع بالداتا شيت وما تخرب كثير يعني، خليك بمحلات مضمون شوي. اذا حدا حابب يقول لي انه مثلا ليش استعمل هو الفي سي اي سات والفي بي اي سات الماكسيموم، ليش اخذ 0.3 0.95، يقولوا لي ولكم من الشاكرين. فيكم تبعتولي على التليجرام اذا بدكم @ديراني يوسف، وبتمنى لكم التوفيق. مثل ما قلي بالعادة، لازم وجه التحية لمين؟ لفلسطين الأبية، وإن شاء الله بزوال شيء اسمه سرطان اسمه إسرائيل. نلتقي. وتحية للشهداء.